اهلا بحضراتكم مره تانيه. خلينا نشوف ترند الاهلي وابرز الاخبار عن الفريق في مختلف الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا وبالتحديد قبل مباراه اليوم. نبتدي بيلا كوره وحسام على تويتر، واللي بيقولوا عوده احمد عبد القادر وظهور محمد نصير، تشكيل الاهلي متوقع في مباراه الاسماعيلي طبقا لتوقع يلا كوره. في حراسه المرمى علي لطفي، في خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمد نصير ومحمود متولي، في نص الملعب محمد اشرف، كريم فؤاد، محمد محمود، محمد فخري، احمد عبد القادر، زياد طارق وحسام حسن. خلينا نشوف التشكيل الاساسي هيكون ايه لما يعلن عنه الجهاز الفني. كوره بلس بيقول لك ان في تغيير في حراسه مرمى الاهلي امام الاسماعيلي، ولسه كريم برضو قايل لنا الكلام ده، زميلنا العزيز هناك في اسكندريه قال لنا ان بنسبه كبيره مصطفى شوبير هيلعب مكان علي لطفي، لان علي لطفي طبعا ادى اداء اكثر من رائع خلال الماتشات اللي فاتت وكان مميز جدا جدا جدا، فممكن يكون شوبير هياخد الفرصه شويه، الناس برضو تتفرج تبص وتقيم شوبير، رغم ان كل التقييمات المبدئيه بخصوص مصطفى شوبير جيده جدا في الهيئه لما شارك في بعض الفترات السابقه، فخلينا برضو نشوف ايه اللي هيحصل. المصري الرياضي وحسابهم على تويتر، 21 لاعبا يغيبون عن الاهلي امام الاسماعيلي، قائمه بالكامل يفتقدها المارد الاحمر. حلو الخبر ده. تعال بص كم الاسماء الكبيره والمؤثره جدا اللي بتغيب عن النادي الاهلي. محمد الشناوي ادي واحد، علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وليد سليمان، اليو ديانج، حمدي فتحي، افشه، تمام، دول للاستبعاد حتى نهايه الموسم واخدين راحه. كمان عمرو السوليه، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، عمار حمدي، اكرم توفيق، ومحمود وحيد، بيرسي تاو، وميدو نبيل. هو ميدو نبيل بعيد ليه النهارده؟ غريبه دي، مش عارف موجود ولا شو. لا ده موجود يا جماعه في القائمه قدامي اهو، ماشي. واحمد حسن كوكا، بخلاف محمد هاني وصلاح محسن. انتوا متخيلين كم الاسماء المميزه جدا اللي موجوده اصلا في صفوف النادي الاهلي؟ في اسماء تقيله جدا ممكن تختلف على البعض وتتفق على البعض الاخر، لكن في اسماء من دول الجمهور كله مجمع على امكانياتهم مدى اهميتهم، في اسماء كتير منهم، فاكيد معظمهم اصلا غاب فترات كبيره جدا في الموسم، معظمهم معانا بشكل ملحوظ قوي بخصوص توالي المباريات وضغط المباريات وتلاحم المواسم وكل هذه الامور والاصابات وكلام من ده. فاحنا عندنا لعيبه، يعني احنا عندنا لعيبه كويسه، هل معنى كده ان الاهلي مش محتاج يجيب لعيبه؟ لا، محتاج، لازم يجيب لعيبه يكون اضافه للناس او المجموعه المميزه اللي موجوده. واي فريق بطل دايما بينافس على اي بطوله، والاهلي بالتحديد بينافس على كل البطولات وبيبقى هدف اساسي ان هو يفوز بكل البطولات، لازم يكون عنده قائمه متكامله، وده اللي باذن الله هيحصل في الموسم الجديد. طيب خلينا نروح لخبر اخر من اليوم السابع وحسابهم الرسمي على فيسبوك. قال لك 120 مباراه جمعت الاهلي والاسماعيلي في الدوري قبل الصدام الليله. الاهلي فاز في 63، الاسماعيلي فاز في 22، اتعادلوا في 35 ماتش، 179 هدف للاهلي، 95 هدف للاسماعيلي. امتع مباراه بين الفرقتين طبعا طبعا، هي امتع مباراه ممكن تكون في تاريخ الدوري المصري، هي مباراه 4-4. واكبر فوز للاهلي على الاسماعيلي كان 8-0، واخر فوز للاهلي على الاسماعيلي في الدور الاول للدوري كان 4-0، وتعادل الفريقان في اخر مباراه جمعت بينهم بكاس الرابطه بنتيجه 1-1. بعض الاحصائيات المهمه يعني. تعالى بقى للخبر ده عشان هتسمعوا حاجات زي كده كتير قوي في الفتره دي، يعني خلاص الموسم بينتهي وكل فريق بيحضر نفسه الموسم الجديد، فالمفاوضات شغاله ما بين الانديه، ده امر اكيد يعني موجود، لكن في نفس الوقت في حاجات شويه بتبقى زياده على اللزوم يعني. يعني مثلا هنا الوطن الرياضي بيقول لك ان الاهلي، مع كامل احترامي طبعا للزملاء الاعزاء هناك يعني، الاهلي يعرض طاهر محمد طاهر للبيع، ما حصلش، وان فيوتشر وسيراميكا الاقرب. ممكن يكون في عروض لطاهر، ممكن، لكن الاهلي ما عرضش طاهر للبيع خالص. بالمناسبه الناس ناسيه شويه ان الفتره الاخيره قبل ما طاهر يتصاب على طول كان هو ابرز لاعب في الفريق وعمل مباريات مميزه جدا ولعيب جيد، ما قدمش كل المطلوب منه او ما قدمش كل المتوقع منه، لكن لعيب جيد. فحته ان الاهلي عرضه للبيع وكلام من ده كلام مش حقيقي بالمره، لكن وارد ان يكون عنده عروض، ساعتها بقى يبقى في تقييم هل ممكن طاهر يخرج ما يخرجش، دي حاجه بقى تتعلق بالاداره الفنيه في النادي، يعني الناس المسؤولين، الجهاز الفني، كلام من ده. فده بخصوص يعني ترند الاهلي، ودي اهم الاخبار والتفاصيل على السوشيال ميديا. خلينا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل.